أنا كنت متابع شركة سفرك على الإنستغرام، في عندهم عروض حلوة وإعلانات دائما متجددة، فشفت إعلان لذكرى زواج. تواصلت مع شركة سفرك، أعطوني عروض لعدة خيارات لبرنامج ذكرى الزواج. اخترت برنامج عجبني وتوكلت على الله، وصلنا استقبلوني شركة سفرك بسيارة مرسيدس في اي بي، كانت مزينة، تفاجأنا بالزينة بصراحة، لأني هن بصراحة يعني قالونا على البرنامج لكن ما عطونا كل التفاصيل، فكان في بعض الأشياء المفاجئة الحلوة. استقبلونا بالورد أمام الأوتيل، كان في موظف من سفرك عم ينتظرنا، شوفير كان متعاون جدا لطيف، بيحكي لغة عربية كمان بشكل جيد. وصلونا للأوتيل، كمان كانت غرفة مزينة بشكل جميل. يعني أنا عندي بنوتة صغيرة، كثير حبت الزينة ولعبت، وكان في معنا فريق تصوير، لأني أنا طلبت فريق تصوير يكون معنا من شركة سفرك، كمان المصورين محترفين ما شاء الله عليهم، عندهم إبداع بالصور، إبداع بأنه منين يأخذ الصورة. هذا كان في برنامج عنا بيوم تاني يخت، استقبلونا بالألعاب النارية. رحلة اليخت حلوة كتير، تقريبا استغرقت 3 ساعات، كمان كان فيها تصوير. حتى في شغلة على البوسفور عملونا إياها مفاجأة، ما كان ضمن الخطة ولكن هي كانت هدية من سفرك، أسقطونا الاسم على جسر البوسفور، أسماءنا وتاريخ الزواج وحتى اسم بنتي. يعني كانوا مهتمين كثير بكثير تفاصيل، يعني المعلومات اللي أخذوها مننا يعني كانت كثير، ووظفوها بتوظيف جميل. حتى مثلا بالفندق لما رجعنا، دخلت على الفندق فتفاجأت انه الروم سيرفيس داخلين على الفندق عاملين سيرفيس وعاملين شيء، فانا اتصلت بالريسبشن انه مين طلب هالاشياء هاي، فقالوا لي انه شركه سفرك حبت يعني تعطيكم هذا السيرفيس هديه. كان في البجاتو، بعض الحلويات التركيه. حتى لما كنت انا اتواصل، في شخص متابع معنا دائما، كنت اتواصل معه دائما، يعني يرد علي مباشرة أول شيء، ما يعيفني على الانتظار، ما مل مني أبدا مع أني تواصلت معه بشكل كتير كبير. بصراحة أنا كتير كتير كنت ممنون وبسطت بهذا البرنامج. بشكر شركة سفرات، بشكر العاملين عليها، بشكر كل من ساهم بإنجاح هذا البرنامج، وبشكر فريق التصوير، بشكر كل الناس اللي يعني قدمت لنا العون في تركيا. شكرا سفرك.